عايزين دخلة جديدة بقى، يعني دخلة جديدة. انا عايزاكم يا بنات دخلة هذه. عايزاكم يا بنات يا رب تكونوا بألف خير. بدي النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل لوك. يعني انا المفروض ان انا هنزل اتصور بحاجات لبس وكده، فهعمل لوك علشان انزل اتصور في الشمس بموبايل مش بكاميرا بروفيشنال ولا حاجة، بس برضو الموضوع هو هو. يعني طبعا بتكوني حاطه كريم مرطب على بشرتك ومهتمه ببشرتك كويس جدا، لان زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان عامل اساسي عشان الميك اب يطلع حلو على بشرتك ان لازم بشرتك تكون حلوه، لازم تكوني مهتمه بيه. روحوا شوفوا الفيديو بتاع بشرتي لما كان عندي فرح، هحط لكم الفيديو اهو او اهو، مش عارفه هيتحط فين بالظبط. اول حاجه البرايمر، وانا بصراحه بحب البرايمر ده قوي، بتاع فوريفر 52، بيخلي البشره مزفلطه. البشره العاديه والجافه، في بتاع البشره الدهنيه، ده للبشره الدهنيه والمختلطه. بعد كده هبدا بقى اعمل كوركتر للحاجات اللي في وشي. يعني انا مثلا عندي الهالات باينه، او لو في بقع في وشك بتبداي تداريها. الكوركتر الاورنج من فوريفر 52 دي، ده عندي بتاع ال اي جيرل، الاثنين حلوين بس ده اخف. طبعا لو انت بشرتك متوحد لونها، ما عندكيش هالات، ما عندكيش بقع في وشك، يلا بقى كله يبيع. يلا خدت على كده. انبسطت جدا بالكوبايات دي، تركي ما اسمعهاش الطبق بتاعها. في حاجه بقى احمرار في الوش مش عارفه ايه، بتعمليه بالكوركتور الاخضر. بعد كده هدخل على الفاونديشن. ممكن تبداي برسمه عينك الاول لو انت هتعملي في عينك الوان او كده وخايفه حاجه تقع او تبهدلي الدنيا، ممكن تبداي بوشك. هي مش قاعده، يعني مفيش اي حاجه في الميك اب قاعده، كل حاجه على حسب انا حواليك وانا بعمل كده. صح، انا حسيت اني دخلت في وقت. بما ان انا بالنهار وانا قسم بشرتي ما فيهاش حاجات تستاهل ان انا احط حاجه فول كفر، فممكن استخدم البيبي كريم بتاع فوريفر 52، ممكن استخدم ميك اب فوريفر، ممكن استخدم ال اي جيرل. كل دي حاجات مناسبه ليا للبشره العاديه والجافه. اللي سالوني ساعات قال لي ايه جيرل على البشره الدهنيه، ده للبشره الدهنيه والمختلطه، حلو جدا. انا بحاول انا اقول لكم معلومه في الفيديو، لان انا ما بعرفش اخش كل واحده، يعني في ناس كتير بيبعتوا لي مش هعرف ارد على واحده واحده، يعني رسائل عندي كتير مش بعرف والله. عشان كده بحاول ان انا اخد الاسئله بتاعتكم واطلع اقولها في فيديو. ممكن احط بتاع فوريفر 52، ده ميك اب فوريفر الدرجه رقمها 8 تقريبا. بحب الدرجه دي من ويتن وايلد. طبعا بتشوفي بقى انت مش لازم تعملي زي، انت تشوفي انت ايه اللي محتاجه ان انت تحاولي تخليه ما يبقاش باين قوي. تيجي بقى كونسيلر افتح منك درجتين ولا حاجه، لو عايزه تعملي اضاءه في الاماكن اللي بتعمل فيها اضاءه زي دي. الفرشه دي كانت بحاجه ب 20 جنيه. هبدا بقى اثبت، اثبت بقيت وشي، انا ثبتت تحت عيني. بس اقول لكم ان كمان لو حطيتي بلاشر كريمي يبقى احسن. ثانيه واحده، كريمي هيبقى ثابت اكتر معاكي ان انت بقى وانت لو بره وعرقتي لو فستك او حاجه، فبلاشر كريمي هيساعد الموضوع ان هو يبقى فيه ثبات اكتر. طبعا ممكن تستخدمي روج لو ما عندكيش بلاشر كريمي زي ما انا بستخدم البالت بتاعت اوفيس. ممكن في بنات لو انت السيشن بتاعك اصلا ما فيهوش ميك اب او ما فيهوش فاونديشن ولا اي حاجه، بس عايزه خدودك تبقى محمره وبتاع، يا روج يا اما تحطي ممكن التنت، ففي الحالتين هينفع. وهدمجهم وبعد كده ارجع اثبت بقيه وشي بنفس الباودر. هستخدم المره دي عشان انا علقت على ال اي جيرل وعلقت على مسكره فوريفر 52، هستخدم المره دي الجل بتاع ميلاني رقم 3. عشان تدخلي اللون في حواجبك كله، انا رسمت حواجبي ونضفت تحتها، بس عملت خط عشان انضف بيه من تحت بالكامبلاش بتاع ميك اب فوريفر. ان انا عايزه ستايل على بينك شويه نظرا للحاجات اللي انا هلبسها فيها ورود بقى وحاجات كيوت بقى وكده. الباليت البلاشر بتاعت عهود الدرجه دي،
شويه لما بنيجي نحط الشادو والبلاشر بنتقل علشان هو هيبان لك على الطبيعي انه ايه ده تقيل، بس لما بيبقى فوتو سيشن بيبقى مختلف لان تصوير الكاميرا مع الاضاءه بيخلي اللون طالع هادي. يعني لو انا حاطه حاجه هاديه جدا ما بتبانش في الكاميرا، بس لو حاطه حاجه ده لو انا عايزه الميك اب يبان يعني، لكن لو حاطه بتقل في الالوان شويه علشان لما الالوان تبقى تقيله مع الاضاءه وكده بتسحب نصها الاضاءه فبيبان في الاخر ان هو شكلها كويس. بعد كده الدرجه الفاتحه دي رشيت ماك فليكس بلس ريحته تحفه، انا بحبها عارفه من اغلى لي لحظه كده وانا برش بيخلي لا كده دخلت في بقى بيخلي الباودر تتسح من البشره فما يبقاش شكلها باين او بيخلي البشره شكلها طبيعي اكتر. كده من الباليت بتاعه سماش بوكس هياخد اللون الموف ده. كده هستخدم القلم الكحلي البيج بتاع انجلوت الايلاينر الجديد اللي هو اسمه ستان لاينر من فوريفر 52، اسود جدا ثابت جدا مات جدا. فكره الايلاينر هي دي، عاملين بدل الفرشه عجله حلوة تقوم كره منك على اساس ان هما بيسهلوا لك الرسمه ان انت بتعملي كده بتسحب معاكي على طول. طبعا في بنات هتقدر تعملها وهتتحكم فيها وفي بنات لا. نجربه، انا قربت المرايه عشان اعرف ارسم. بس مش شرط برضه ان البنات كلها تعرف تتعامل معاه، بس انا حبيت فكرته جدا. مش عارفه بصراحه سعره، هحاول اعرف لكم سعره واحط لكم تحت الفيديو، او انتوا لو دخلتوا على اللينك بتاع فوريفر 52 هتلاقوهم حاطين السعر. لا مش قلت حطيت على اسبوع الميه. واللي بعد كده يا بتحطي ماسكارا تقيله يعني تقيل رموشك ماسكارا كويسه، يا اما بتحطي رموش. انا بصراحه يعني كنت بركب رموش في الفيديوهات مش هركب المره دي عشان حاسه ان ايه شويه ومش هلاقي رموش. تقلي الماسكارا اكتر، حطي اي شادو كده من تحت، اي شادو او باودر. بعدين حطي الماسكارا. الماسكارا استخدم بتاعت اربن ديكي. ممكن بقى تحطي طبقه وتستني ما تنشف تحطي طبقه تانية لو انتي مش عايزه تركبي رموش. عمال يا جماعة والله النهاردة يعني عمالة بعد ما برضو شرحت كل حاجة ما بيصورش. بصوا انا حطيت من البلاشر بتاع هود خدت الدرجة دي وبعد كده تقلت بالدرجة دي، وزي ما قلت لكم عادي ان انا بكتره لان مع الوقت بيهدى ومع الكاميرا ما بيطلعش قوي زي ما هو باين في الحقيقة، عشان كده ببقى مكتره شوية. تمام. بعد كده خدت الهايلايتر وتان وايلد، هو من غير الجليتر بتاع وتان وايلد، وبدمجه بالفرشة برضه بدمج فيه كويس جدا علشان يبان ان هو جلو في البشرة ما يبانش ان هو حاجة محطوطة. حطيت هنا وحطيت هنا دمجته كويس. في بنات كتير ما بتحبش الهايلايتر بس انا كمان بحبه جدا. خدت الروج بتاع انستازيا خلطت الدرجتين دي مع دي اداني اللون ده، وفي النص حطيت الدرجه دي فاتحه عشان ادي له فوليوم ان هو في النص يبقى لون فاتح كده وبس. بعد كده برش السيتنج سبراي علشان اللي هنزل بقى تحت في الشارع وصيف وبتاع. وانت رشيت فين؟ انا مفيش حاجه جت على وكده ابقى خلصت اللوك بتاع النهارده. هتلاقوا الصور بقى تابعوا الانستجرام بتاعي لو بنزل هناك صور كتير. حاجات فوريفر 52 هتلاقوها في اللينك اللي في الديسكربشن برضو، ده الوكيل بتاعهم في مصر. هحط لكم برضو من اللينك بتاع العدسات عشان يكون فيديو جديد.